بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الـ configuring and testing your network. الشابتر ده ان شاء الله بيتكلم عن ازاي ان احنا نبدأ نقدر ندخل للراوترز والسويتش ونبدأ نتعرف على الانترفيسز بتاعته ونبدأ نتعرف على الكومبوننتس بتاعت الراوتر بتاعت السويتش وازاي ان احنا نقدر ناكسسهم بكل الطرق وازاي ان احنا نقدر نعمل كونفيجر ليهم وهناخد فيه ان شاء الله البيزك كونفيجريشن فيه. اول حاجه راوتر انيشاليزيشن راوتر اكسس سي ال اي فيرست لوك بيزك كونفيجريشن فيوينج سيفينج اند اريزينج ذا كونفيجريشنز ديسكفرينج تيستينج ذا نتورك ريموت اكسس عن طريق التيلنت. الشابتر ده عايز يحكي ويقول ان الراوتر هنا الكومبوننتس بتاعته تنقسم لحاجتين زي البي سي العادي بالظبط كده، هاردوير اند سوفت وير. الهاردوير المقصود بيه اللي هو راوتر فيزيكال كومبوننتس، السوفت وير مقصود بيه الاي او اس اللي هو اختصاره انترنت وركينج اوبريتنج سيستم، والحاجه الثانيه اللي هي تحت السوفت وير الكونفيجريشن فايل. الراوتر بيشبه يعني is typically like a computer which operates بيشبه ال بي سي بالظبط زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. ليه؟ في رام، في فلاش بمثابه الهارد، في او اس اللي هو المقابل بتاعه هنا اي او اس الاوبريتنج سيستم هناك اللي هو الويندوز او ايا كان، هنا في اي او اس برضه بمثابه الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر وبتاع السويتش. زي ما احنا شايفين الصوره اللي قدامنا دي هنا الراوتر عندي بينقسم لحاجات كتير. اهم خمس حاجات من او الخمسه مين كومبوننتس بتاعت الراوتر، اول حاجه الباور سبلاي. الباور سبلاي طبعا يعني اكيد عارفين ان الباور سبلاي ده هو وحده الكهرباء اللي بتغذي الراوتر او السويتش او ايا كان الديفايسز الخاص بسيسكو. تاني حاجه السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسور يونت اللي هو وحده معالجه البيانات. السي بي يو هنا بيبقى نفس السي بي يو اللي موجود في البي سي الا ان الموديل هنا بيختلف وقدرته بتختلف، طاقته الاستيعابيه بتختلف، لكن السي بي يو هو نفس العمليه اللي بيقوم بيها هنا هو نفس العمليه اللي بيقوم بيها في البي سي. عندنا حاجه ثانيه اسمها ميموري. الميموري هنا بتنقسم لكذا حاجه. اول حاجه من الحاجات اللي بتنقسم من الميموري حاجه اسمها الرام اللي هي راندوم اكسس ميموري، ده اللي احنا عارفينها الطبيعيه خالص الرام العاديه. حاجه ثانيه اسمها ان في رام اللي هو نان فولاتيك رام اللي هي الرام اللي هي فيها اللي بتخزن الملفات لوقت معين او مرتبطه بشحنه معينه، تمام؟ دي كده الان في رام. الروم اللي هو بيتخزن فيه ملفات غير قابله للاريز او غير قابله للمسح. الفلاش حاجه كده زي الهارد بالظبط، تمام؟ دي ريد ورايت، انما الروم طبعا بيتكتب عليها مره واحده وممكن ما يكتبش عليها تاني، وفي روم بيتكتب عليها مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن غالبا الروم بتكتب عليها مره واحده او بتسمى بتقال عليها كده انها بتتحرق مره واحده، تمام؟ يبقى عندنا الرام والان في رام والروم والفلاش. هنا عندنا حاجه ثانيه اسمها سيستم باس. السيستم باس هنا بمثابه اللينكس اللي ما بين الكومبوننتس اللي احنا بنتكلم عليها، اللي ما بين الميموري وما بين السي بي يو وما بين الباور سبلاي وما بين الانترفيسز. يعني لو جينا بصينا هنا كده هنلاقي فيه خطوط صفراء وهنلاقي فيه خطوط حمراء والكلام ده كله، بتربط كل الوحدات دي او كل الكومبوننتس اللي داخل الراوتر او داخل السويتشز بتربطها ببعضيها، بتلينك ما بين كل الكومبوننتس اللي داخل الديفايس. اخر حاجه موجوده معانا في الفايف كومبوننتس الانترفيسز. الانترفيسز هنا حاجات كتير، يعني بتنقسم تحت الانترفيسز دي مسميات كتير جدا. من ضمن المسمى اللي بينقسم من تحت الانترفيسز ممكن نقول عليه مثلا الميديول اللي هو الويك، ممكن نقول عليه اللي هو مثلا الانترفيس بتاع اللانز، ممكن نقول الانترفيس بتاع الكونفيجرنج، ممكن نقول الانترفيس بتاع الاي او اكس، كذا انترفيسز هنتعرف عليهم دلوقتي ان شاء الله. نشوف ده شكل الراوتر وهو مفكوك، ده شكله حقيقي. هنا قدامنا باور سبلاي زي ما احنا شايفين اهو، باور سبلاي، وقدامنا هنا دي وحده الفلاش، فلاش سيم او الفلاش اللي بتركب هنا. هنا ده دي الروم اللي احنا بنتكلم عليها، ده الرام، هنا ده السي بي يو. طبعا كل اللي احنا شايفينه قدامنا من هنا ده من ورا الناحيه دي كده والكلام ده كله دي عباره عن انترفيسز بتتركب هنا. الانترفيسز اللي هنا بتتركب هنا دي اسمها مديولز،
اسمها مديولز، على حسب بقى ما احنا عايزين. احنا عايزينها مثلا لان، عايزينها قصدي ايثرنت، عايزينها فاست ايثرنت، عايزينها جيجا ايثرنت، عايزينها وان اللي هو مثلا ممكن يقول عليه 1 تي 2 تي اي حاجه. هنا بتركب ويك، وهنا بتركب مديولز خاصه بالفاست ايثرنت والايثرنت اللي هو اللان العادي خالص، والكونفيجرنج والمكان اللي هو بيركب فيه الكيبلز اللي هو بتاع اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، اللي هو بتاع احنا قلنا فيه اللي هو بتاع الرول اوفر. تمام، بيبقى فيه برضو مخرج من المخارج هنا موجودة جنب الايثرنت وجنب الفاست ايثرنت، بيتركب فيه الكيبلز اللي هو الرول اوفر. دي كده الانترفيسز اللي احنا شايفينها، راوتر اكسترنال كونكشنز. الاتنين دول اللي احنا شايفينهم دول كده، دول السيريال بورتس. السيريال بورتس دول اللي بيربطوا الراوترز ببعضهم، يعني التو راوترز او ثري راوترز او ايا كان عدد الراوترات بتتربط عن طريق السيريال بورتس. هنا مثلا ممكن نقول على ده اي يو اكس، وممكن يتسمى ده برضو سيريال، بس يعني كل واحد فيهم بيبقى ليه رقم معين، هنشوفه ان شاء الله. تمام، الاثنين اللي احنا شايفينهم تحت دول وجنبيهم الليد ده مكتوب هنا 10100 ايثرنت، لو حضرتك شايفها اهي. تمام، الاثنين البورتين دول بيتسموا فاست ايثرنت. تمام، فاست ايثرنت. هنا ده اسمه كونسول بورت، مكتوب تحتيه اهو كونسول، هنا ده اسمه كونسول بورت، وهنا ده اسمه اوكسيلري بورت. الكونسول بورت ده بتاع ايه؟ الكونسول بورت ده اللي بتركب فيه الكيبل بتاع الرول اوفر اللي بيتعمل عن طريقه كونفيجريشن للراوتر او لاي او للديفايس نفسه بتاع سيسكو. الاوكسيلري بورت ده حاجه بتتركب او بتتركب على جهاز اسمه سي سي يو دي اس يو، عن طريقها بقدر اريموت على الراوتر اعمل له كونفيجريشن. يعني انا دلوقتي ممكن دايركت الراوتر يبقى قدامي، اركب له كابل الرول اوفر، ابدا ان انا اخش اعمل كونفيجريشن على الكونسول، صح كده؟ طب انا عايز اعمل ريموت كونفيجريشن، يعني عايز ادخل ريموت اعمل كونفيجريشن، ممكن عن طريق الاوكسيلري بورت ادخل اعمل كونفيجريشن للراوتر برضو، بس لازم يكون الاوكسيلري بورت ده راكب على ايه؟ زي خط تليفون او سي سي يو دي سي يو، ده كان جهاز قديم شويه كده بيتركب عليه، بيطلع كيبل منه يخش على الراوتر، وانا عن طريقه بريموت على الراوتر واقدر ان انا ايه اعمل كونفيجريشن للراوتر كاني بالظبط في وضع الكونسول بورت. تمام، الباور اون او الباور اوف اللي احنا شايفينه ده اسمه باور سويتش، ده المفتاح اللي بنطفي ونقفل منه، ده الباور كنترول او الباور كور كونكشنز اللي احنا بنتحكم منه في الباور. هنا في بعض المسميات عايزين نتعرف عليها كده ونبدا نتفق عليها ان شاء الله. البورت هنا احنا هنتكلم بعد كده بالمسميات دي. البورت هنا نورمالي مينز بيعني ان هو ده واحد من المانجمنت بورتس. لما اجي اقول بورت انا كده ببقى اقصد حاجه انا بمانجمنت منها الراوتر، او بعمل ادمنستريتيف منها. يعني ايه؟ يعني الكونسول والاوكسيلري والسيريال والكلام ده كله، او الكونسول والاوكسيلري تحديدا، دول اسميهم بورت. تمام، دول يتسموا ايه؟ بورت. طيب الانترفيس ده مصطلح يطلق على اي انترفيس او اي انترفيس انا بقدر ان انا عن طريقه بسندنج وبريسيفنج ترافيك، او بسندنج وبريسيفنج داتا. تمام، يعني الفاست ايثرنت ده نسميه انترفيس، السيريال نسميه انترفيس، الكونسول بورت والاوكسيلري بورت دول ما اقدرش اسميهم انترفيس، لكن ممكن اسميهم ايه؟ بورت. وبرضه هنا بيقول لي معلومه ان however these terms are often used، تستخدم بالتبادل او يعني بتستخدم على ده وتستخدم على ده، لكن الصح ان البورت بيطلق على البورت على المكان اللي انا بمانج منه، الانترفيس بيطلق على المكان اللي انا بقدر اسند وبريسيف منه داتا. تمام كده، لكن غالبا يعني بيتقال عليهم المصطلحين دول. طيب المانجمنت بورتس هنا عندنا قلنا نوعين، حاجه اسمها كونسول بورت وحاجه اسمها اوكسيلري، وقلنا ان الكونسول بورت عن طريقه ان انا بقدر ان انا اعمل موست كومون اوف ذا مانجمنت بورتس، يعني ده البورت الاغلب في الشيوعيه، او هو يعني اكثر شيوعا ان انا عن طريقه اقدر اعمل كونفيجرنج للراوتر او للسويتشز عن طريق برنامج اسمه تيرمينال ايميوليتور، او برامج كتير، يعني في برامج كتير بقدر عن طريقها وانا على البي سي او انا على الويندوز بتاعي هنا بقدر ان انا امانج الراوتر منها، واقدر ان انا اعمل كونفيجريشن للراوتر او للسويتش. هنا ده مش بيحتاج لنتورك، انا بوصل السويتش او الراوتر على طول دايركت بالبي سي اللي انا قاعد عليه، يعني مش محتاج شبكه، ومش محتاج ان انا ابدا ان انا امانج الكلام ده كله، ان انا ادخل على الشبكه عشان اخش على الراوتر، لا. هنا الكونسول بورت بيقول لي must be used during initial configuration of the router. الكونسول بورت هنا ده بيستخدم غالبا لاول مره لما باجي اعمل، لا غالبا لا لما باجي اعمل لاول مره configuration بتاع الراوتر.
اول مره غالبا بيستخدم كده. يعني انا اول ما بجيب راوتر بطلعه من كرتونته كده او بطلعه من العلبه بتاعته، ببدا ان انا اوصله بالبي سي اللي انا قاعد عليه، وببدا اوصله بالكابل اللي هو رولوفر، وابدا ان انا اعمل كونفيجريشن، والكونفيجريشن دي في الغالب بتكون اول مره. الاوكسيلري بورت هنا مش بيحتاج يعني هنا بيقول نوت اول راوترز هاف اوكسيلري بورت، مش كل الراوترات تمتلك الاوكسيلري بورت، لكن في نفس الوقت ان انا ينفع ان انا استخدمها بالظبط زي الكونسول بورت، الا انها دي بتحتاج شبكه. يعني الكونسول الاوكسيلري بورت هنا محتاج بيحتاج شبكه عشان اقدر ان انا اخش على ايه الراوتر، واقدر ان انا اعمل الكونفيجريشن بتاعتي. يعني ايه يحتاج شبكه؟ يعني يحتاج ان يكون في اي بي، يحتاج ان يكون في نتورك، يحتاج ان يكون في ديفايسز بتوصلني بالراوتر، مش دايركت انا داخل على الراوتر. الراوتر انترفيسز هنا اللي قلنا عليها الفيزيكال، الراوتر انترفيسز هنا اللي قلنا عليها الفيزيكال كونكتورز، بتعمل قلنا بتريسيف وبتفورورد باكيتس او بتريسيف وبتفورورد داتا. الراوتر انترفيسز قلنا انها زي الفاست ايثرنت وزي الايثرنت وزي ال 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 التي 1، التي 1 اللي بيطلق عليه سيريال. طيب هنا يعني في الصورة دي عايز يقول لي حاجة مهمة. نعم تمام. بيقول هنا راوتر انترفيسز، جايب لي كل انترفيسز وعامل لي ليها لينك كده لوحديها، عايز يقول ان كل انترفيس on the router belong to a different network، بتنتمي لشبكة مختلفة. يعني انا لو عندي اتنين فاست ايثرنت كل واحدة فيهم في نتورك، كل واحدة فيهم في نتورك، يعني ما ينفعش الاتنين اديهم اي بي واحد؟ ما ينفعش. طب ما ينفعش اديهم اي بي في نفس الرينج؟ ما ينفعش. الراوتر يقولك الكلام ده غلط، الراوتر يقولك في كونفليكت هنا، في ميسس في الموضوع هنا. فهنا عايز يقول ان كل انترفيس بنتورك، يعني لو الراوتر فيه 4 انترفيسز او 4 بورتس او الكلام ده كله، يبقى كانه في 4 نتوركس. وبعد كده بقى ان شاء الله قدام هناخد اصلا ان البورت الواحد او الانترفيسز الواحد ممكن نقسمه لعدد من الانترفيسز زي ما احنا عايزين، بس لوجيكال مش فيزيكال، لكن فيزيكال كده كله ايه نتورك لوحده. تمام. طيب هنا لا بيتكلم عن اللان انترفيسز، بيقول ان هنا في كيبلز ممكن يركب عليها اللي هو RJ45 اللي هو بيتسمى اليو تي بي، او ايه بقى احنا خدنا اليو تي بي، وايه تاني يا شونس؟ والاس تي بي انشيلدد تويستد بير وشيلدد تويستد بير. لا يو تي بي تي سي بي ده حاجه تانية خالص، تي سي بي ده تبع الاو اس اي موديل والكلام ده كله. انا بتكلم عن نوع الكيبلز دلوقتي اللي بيركب او اللي فيه نهايته بيبقى فيه كونكتورز او في حاجه اسمها RJ45. الكو اكس الكيبل ده نوع تاني خالص، انا بتكلم دلوقتي على اللي بيركب في الفاست ايثرنت او المكان اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو الفاست ايثرنت ده. تمام. ايه اللي بيركب فيه؟ بيركب فيه كيبل اسمه يو تي بي او اس تي بي نهايته RJ45. جميل. اليو تي بي قلنا انشيلد تويستد بير، الاس تي بي قلنا شيلد تويستد بير. تمام كده. الكوكس الكيبل ده قصه ثانيه، قلنا ليه كونكتورز ثاني اسمها ان تايب اف تايب بي تايب، على حسب يعني على حسب الكيبلز نفسه هل هو ثيك او ثين او الكلام ده كله. تمام. طيب الوان انترفيسز هنا عندنا مختلفه شويه. الوان انترفيسز هنا بيركب عليها كيبلز كتير. الكيبلز اللي بتركب هنا على الوان انترفيسز على حسب نوع الانترفيس، يعني الانترفيس اللي قدامي هنا اللي هو بالشكل لونه كده بيش شويه او لونه ابيض كده قدامي، على حسب هنا بيركب في حاجه اسمها سيريال، ويركب في حاجه اسمها اي اس دي ان، ويركب في حاجه اسمها فريم ريلي. كل دي انترفيس، كل ده انترفيس بيركب فيها ايه؟ كيبلز. على حسب نوع الانترفيس بنبدا نحدد الكيبلز نوعه ايه. يعني ممكن الكيبلز يكون بالشكل ده كده او الانترفيس بالشكل ده فالكيبل هيبقى مختلف، ممكن الكيبلز يكون بالشكل ده فالانترفيس قصدي هيبقى بالشكل ده فالكيبلز هيكون مختلف. الشكل ده ممكن نقول ان الانترفيس ده ممكن يتغير ويتغير، يبقى مثلا ممكن يبقى فيه قرابه ال 28 انترفيس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني مش ايه هو مش ستاندرد كده زي الار جي 45 مثلا بيركب فاست ايثرنت او ايثرنت او الكلام ده كله. لا الكيبل بتاع الوان ده او الوكه بتاعت الوان دي بتتغير فيها، في منها حوالي 28 انترفيسز مختلفة عن التانية، فكل انترفيسز ليها كيبلز معينة. تمام. الا انهم كلهم اسمهم ايه؟ وان انترفيسز،
الوان انترفيسز بتشغل معايا حاجه اسمها سيريال، بتشغل معايا حاجه اسمها اي اس دي ان، بتشغل معايا حاجه اسمها فريم ريلي. البروتوكولز اللي انا ببدا اطبقه حاجه اسمها تريبل بي، حاجه اسمها فريم ريلي، حاجه اسمها اي اتش دي ال سي او ليسد لاين. بص شايف الكونكتورز اللي قدامنا عامله ازاي؟ هنا يجي يقول ده كله ايه؟ وان كل كيبلز فيه ليه اسم مختلف، او كل كونكتورز فيه مختلف عن التاني. هنا مثلا يقول لك الاي اي اي تي اي اي 232 ميل، هتلاقي فيه منه الفيميل، هنا هتلاقي في 35 وده اشهر كيبلز موجود عندنا، الفي 35 والاس 35 والكلام ده كله. الفرق ما بينهم في المودلز بس، مودلز هي لا هو كله ده اسمه كله سيريال، كل الكيبلز اللي قدامنا دي اسمها سيريال كونكتورز او سيريال كيبلز. الفرق ما بينهم مودلز، موديلات بس. يعني زي اللي احنا قلنا يو تي بي، في يو تي بي وفي اس تي بي. في الكو اكس الكيبل قلنا في كو اكس الكيبل، قلنا في ثين وثيك، وقلنا في الكونكتورز بتاع الكو اكس الكيبل قلنا في حاجه اسمها ان تايب اف تايب بي تايب او الكلام ده كله، تمام؟ فهكذا الوان او السيريال كونكتورز او السيريال كيبلز في انواع كتير وفي انواع مختلفه، لكن اشهر نوع عندنا اللي هو الفي 35 والميل والفيميل. دول السيريال كونكتورز اللي احنا بنشوفهم حقيقة في الراوترز. ازاي الكلام ده؟ يعني انا لما باجي امسك راوتر عايز او اربطه براوتر تاني، الكيبلز الفعلي اللي انا بربطهم بالراوترين بيبقى بالشكل اللي قدامي ده. لو تلاحظ كده هتلاقي هنا في، انا عايز اطلع عايز اجيب البن عشان اعرف مش هنعرف نجيب البن لما نعمل مشكلة خير. يعني الكيبلز اللي احنا شايفينه قدامنا ده ليه ايه؟ ليه شكلين. لو تلاحظ هنا كده هتلاقي، بص شايف الشكل اللي قدامنا كده، الدائرة الصغيرة دي بتتركب في الراوترز، دي كده بتتركب في الراوتر اللي احنا ممكن نقول عليها في 35 او اس 35 او ممكن نقول عليها الاي اي اي 232 او الكلام ده كله. ده اللي بيركب فين؟ في الراوترز دايركت. جميل. طب ايه بقى الكيبل ده وايه الكيبل ده، او ايه بقى هو الشكل، هو هما الشكلين اللي قدامنا ده؟ حاجه اسمها دي سي اي كيبل وده حاجه اسمها دي تي اي كيبل. الدي سي اي كيبل والدي تي اي كيبل عاشق ومعشوق كده، الاثنين بيركبوا ايه في بعض. دول اللي بيكون فيهم الكيبل ده اللي بيكون فيها السيريال او الكلوك سيريال او الكلوك جنريتور اللي بيركب بيبقى موجود في الراوتر او الكلام ده كله. فالكيبلز ده باختصار خالص كده، باختصار بيبقى جاي من الراوتر، تمام؟ بيبقى في حاجه اسمها دي سي اي، ده طالع مثلا الكيبل ده دي سي اي من الراوتر مثلا، ممكن نقول من الراوتر ايه، والدي تي اي طالع من الراوتر بي، الاثنين دول بيركبوا في بعض، تمام؟ بيركبوا ايه في بعض. ده لو انا حابب ان انا اوصل الراوترين. طب هل ده اللي بيحصل؟ هل ده اللي بيحصل في الحقيقه؟ هل ده اللي بيحصل ما بين سايت وسايت؟ صعب. ليه صعب؟ لان الكيبلز ده احنا زي ما احنا شايفينه هيكون، يعني هنمد كيبلز من الراوتر للراوتر. طب نفترض ان ما بين السايت والسايت مثلا كيلوهات من، يعني اكتر من كيلومتر مثلا 20 30 100 الكلام ده كله. طب هنفضل نمد كيبلز على طول نسميه سمارت سيريال كيبل او نسميه سيريال كيبلز، نفضل نمده من الراوتر للراوتر؟ لا، مش بيحصل الكلام ده. لكن حقيقه ايه بقى اللي بيحصل؟ ان يعني الكيبلز ده بيتوصل بحاجه اسمها سي اس يو او دي اس يو، ومن السي اس يو دي اس يو بناخد منه اللاين او الكيبلز بتاع التليفون، ويبدا ينقل الاشاره لحد جهاز تاني مقابل اسمه سي اس يو دي اس يو، يبدا يترجم الاشاره ويدخلها على نفس على الكيبل العكس. يعني لو افترضنا ان الراوتر هنا عندنا في مثلا، نقول احنا هنا في البرانش اللي احنا فيه ده المانيال، تمام؟ دي سي اي كيبل، جميل. هدخل الدي سي اي كيبل على سي اس يو دي اس يو، يترجم لي الاشاره، تمام؟ يخليها لي ايه، اشاره تليفون، يبدا يمشيها عن طريق التليفون، يروح مثلا في الفرع الثاني بتاعي مثلا يكون ممكن يقول في اليكس، يبدا يدخله على سي اس يو دي اس يو ثاني قبل ما يخش على الراوتر، يخرجه على الكيبل بقى اللي هو الدي تي اي، مش الدي سي اي، ما احنا عندنا هنا الدي سي اي، ده خرجه بقى هناك على الدي تي اي، ومن الدي تي اي يبدا يدخل على ايه، على الراوترز زي ما احنا شايفين اهو، سي اس يو دي اس يو اللي بيحصل اهو. شايف كده؟ واخد بالك؟ الكيبل خارج من الراوتر داخل على سي اس يو دي اس يو، بعد كده كيبل التليفون، تمام؟ هو ده مش ار جي 45 على فكره، ده ار جي 11 لو التليكوم دي مرات او الكلام ده، تمام كده؟ يبقى ده جهاز السي اس يو دي اس يو.
بيخرج كيبل من الراوترز يبدأ يدخل عليه، وبعد كده بيخرج على كيبل بتاع التليفون او التليكوم او زي ما احنا شايفين اهو كده. سي اس يو دي اس يو بيبقى عبارة عن مودم بيبدأ ياخد الإشارة من الراوتر ده ويمشيها في سلك التليفون ويوصلها لإيه، للسي اس يو التاني او الدي اس يو التاني، ويوصلها للراوتر التاني. لكن ايه بقى الفيتشرز الجديدة او ايه الخدمات اللي بتقدم من شركات الاتصالات بقى اللي هي الجديدة والكلام ده كله؟ حاجة اسمها اتش دي ال سي، حاجة اسمها تريبل بي، حاجة اسمها ليز ذا لاين او الكلام ده كله. ما بقاش فيه بقى حاجة اسمها سي اس يو والدي اس يو والكلام ده، لا ليز ذا لاين دايركت على طول. بأجر كيبلز من السنترال او من مصادر الاتصالات ايا كان السيرفيس بروفايدر، وببدأ ان انا ايه اليز لاين من السايت ايه، من سايت ايه مثلا لسايت بي، او من الهيد كوارتر للبرانش كوارتر بتاعي. تمام كده، ده اللي بيحصل ايه دلوقتي. هنا بيفكرنا بموضوع الكروس اوفر والثرو والكلام ده كله، فاكر المواضيع ده ولا؟ طب ايه كان عندنا ايه؟ احنا كان عندنا 3 انواع، ستريت ثرو كروس اوفر ورول اوفر. رول اوفر احنا قلنا ستريت ثرو ما بين كل تو ديفايسز مختلفين عدا الراوتر والبي سي و ايوه تمام، راوتر والبي سي وايه تاني، والهاب اول سويتش او الهاب اند سويتش. وقلنا الكروس اوفر ما بين البي سي للراوتر، لا مش كونفيجريشن، انا بتكلم على الكروس اوفر مش بتكلم على الرول اوفر. كروس اوفر ما بين كل جهازين متشابهين تمام، وبنوصل البي سي بالراوتر عن طريق كروس اوفر، وبنوصل الهاب سويتش عن طريق كروس اوفر تمام، اللي هم الشرطين اللي احنا استثنيناهم فوق بيتوصلوا ايه كروس تحت. طب الرول اوفر قلنا بيتوصل بايه، من البي سي لاي ديفايس او اي سواء كان راوترز او سويتش، عشان نعمل كونفيجريشن تمام عن طريق البورت اللي اسمه ايه بقى، لا لسه واخدينه دلوقتي، اسمه كونسول بورت، عن طريق الكونسول بورت اور اوكسيلري بورت. تمام كده. طيب هنا عندنا حاجه، يعني احنا بنتكلم عن السوفت وير. السوفت وير قلنا ان هو ايه الاي او اس، وقلنا ان هو الكونفيجريشن فايل. طيب عايزين نتعرف بقى على الميموري. الميموري هنا قلنا عندنا حاجه اسمها الروم، وقلنا عندنا حاجه اسمها الرام، وقلنا عندنا حاجه اسمها الان في رام واند الفلاش. الحاجات اللي مكتوبه جوه هنا في الكونتنت بتاعت الميموريز دي، الحاجات دي من اهم ما تتخيل. وغالبا كده لو لسه نمط الامتحان بيجي زي ما هو، او هيجي يعني بعد 30 9 زي ما هو، هتتسأل سؤال هنا تمام. هنا عايز يقول لي كل جوه حاجه من دي ايه، او كل جوه حاجه من دول ايه. الروم بيقول لي ان في حاجه اسمها ستارتنج ستارت اب دياجنوستيك كود، اللي هي اسمه بوست الباور اون سيلف تيست. اول حاجه تبدا تشتغل في الراوتر حاجه اسمها البوست كود، حاجه بتخرج تبدا تعمل تشيك على كل الكومبوننتس المتركبه في الراوتر. البوست كود ده اللي هو ايه، بيبقى موجود عندنا في البي سي بمثابه الاجهزه القديمه. اول ما يشتغل كده يبدا الجهاز مثلا تلاقيه انت بتدوس عليه وتستنى مثلا حوالي 5 ثواني، واول ما يشتغل يقوم يصفر كده التيت الصفاره دي كده، وخلاص عمل حاجه اسمها بوست تمام، باور اون سيلف تيست. طيب ايه اللي موجود تاني في الروم؟ حاجه اسمها بوت ستراب بروجرام. ايه البوت ستراب بروجرام ده؟ البوت ستراب بروجرام ده ممكن نقول عليه ميني اي او اس، او ممكن نقول عليه ميني او اس، او ممكن نقول عليه ده اللي هو مثلا برنامج الدوس اللي بين، او برنامج اللي بينقلني من الدوس مثلا، زي انا بتكلم على البي سي دلوقتي، البرنامج اللي بينقلني من الدوس بياخدني يدخلني جوه في الويندوز، ده اللي بيروح يدور لي على الهارد، ويروح يدور على الاي او اس فين في الهارد، ويروح يدور على الكلام ده كله. ده ايه في الـ في الـ في البي سي العادي. طب هنا البوت ستراب بقى بيعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي. الرام موجود فيها ايه؟ موجود فيها اي راننج كونفيجريشن احنا مشغلينه عند راوتينج تيبل انفورميشن تمام. الرننج كونفيجريشن، الكونفيجريشن اللي احنا دخلناها وهي دلوقتي راننج، يعني انا بقول له والله رحت قلت الانترفيس مثلا الانترفيس الفلاني، قلت له انت الاي بي بتاعك كذا، الجيت واي بتاعتك كذا، انت متوصل بالسويتش رقم كذا والكلام ده كله، فدي اسمها رننج كونفيجريشن. كونفيجريشن ايه؟ رننج. جميل، بتتخزن هنا في الرام. طيب الراوتينج تيبل اللي الراوتر بيبنيه، هنتعرف دلوقتي على الراوتينج تيبل ان شاء الله. الراوتينج تيبل اللي الراوتر بيبنيه بيبقى متخزن في الرام. الان في رام بيبقى موجود فيها، بيبقى موجود فيها ستور ذا ستارت اب كونفيجريشن فايل. هنا مكتوب ايه؟ رننج كونفيجريشن صح، تحت هنا ستارت اب كونفيجريشن. الرننج كونفيجريشن هنا بمجرد بعمل باور اوف للراوتر كل الحاجه اللي في الرام هتضيع. هنا الستارت اب كونفيجريشن دي الكونفيجريشن او الاعدادات اللي انا عملت لها سيفنج،
الاعدادات اللي عملت لها سيفنج، ممكن تكون اللي فوق هي اللي تحت تمام، وممكن تكون اللي فوق فيها حاجات ازيد من اللي تحت، لكن ما ينفعش العكس تمام. الفلاش بيبقى موجود فيها فول سيسكو اي او اس سوفت وير ايمج، الاي او اس بيبقى موجود داخل الفلاش. طيب الستيبس دي احنا مش عايزين نبص عليها بالشكل ده، عايزين نبص عليها بالشكل اللي احنا شايفينه. ماشي حاجة ماشي تمام. الراوتر سي بي يو اند ميموري هنا ايه الترتيب اللي بيمشي بيه او اللي الراوتر بيشتغل بيه؟ لو بصينا هنا كده هتلاقي اول خطوه بيعملها الراوتر اول ما احنا بنعمل له باور اون او سويتش، بيعمل حاجه اسمها بوست، وبعد كده بيعمل حاجه اسمها لودنج بوت ستراب بروجرام فروم روم انتو رام. ليه؟ عشان يبدا يترن في الرام تمام، البوت ستراب عشان يبدا يترن في الرام. بعد كده بيعمل حاجه اسمها لودنج اي او اس ايمج انتو رام، بعد كده بيعمل حاجه اسمها لودنج كونفيجريشن فايل انتو رام. بص هنا بيقول لي the main job of bootstrap program is how to get the iOS loaded into RAM. مهمة البوتستراب حاجة واحدة بس، انه ازاي يحصل على ال iOS ويحمله في الرام، دي مهمة البوتستراب، ملوش اي حاجة تاني خالص. طب لو ملقاش ال iOS يعمل ايه؟ هنقول دلوقتي هيعمل ايه. يبقى تاني الخطوات او البروسيس اللي بيقوم بيها الراوتر، تاني الروم بيعمل حاجه اسمها بوست، وبعد كده الروم موجود فيها البوت ستراب، بتعمل بيرفورم بوست الاول، بعد كده لود بوت ستراب، بعد كده يبدا يدخل على الفلاش اللي هو سيسكو انترنت وركينج اوبريتنج سيستم، بيعمل حاجه اسمها لوكيت اند لود اوبريتنج سيستم. مين اللي بيعمل لوكيت اند لود؟ البوت ستراب. بيبدا يدور على الاي او اس تمام، بيدور عليه فين؟ في مكانه اللي هو الفلاش. ما لقاهوش يعمل ايه بقى؟ يروح على تي اف تي بي سيرفر. ايه بقى تي اف تي بي سيرفر ده؟ سيرفر بيبقى متخزن عليه الاي او اس بتاع الديفايس بتاع سيسكو، سواء كان راوتر او سواء كان سويتش. طيب بعد ما يحمل الاي او اس ايه اللي بيحصل؟ طب لو ما لقاش الاي او اس او الفول اي او اس يعمل ايه؟ في حاجه اسمها ميني اي او اس هيجيبها، ونعرف دلوقتي بيجيبها منين. ميني اي او اس يعني ممكن نقول عليه نظام تشغيل مصغر. بعد ما بيحمل اي او اس بتاعته بيبدا يروح على ان في رام، بيعمل لوكيت اند لود كونفيجريشن فايل اور انتر سيت اب مود. طيب يعني ايه لوكيت اند لود؟ بيروح يدور في الان في رام على ايه؟ على الرن كونفيجريشن فايل ولا الستارت اب؟ على الستارت اب كونفيجريشن فايل اللي هي بتبقى متخزنه في الرام، متخزنه في الان في رام، علشان يحملها فين؟ في الرام، عشان يبدا يتعمل لها اكسكيوت تمام. طب ما لقيش اوامر متسيفه في الان في رام، يعمل ايه؟ يبدا يروح للتي اف تي بي سيرفر برضو، يقول له انت عندك راننج او عندك كونفيجريشن فايل؟ يقول له لا والله ما عنديش كونفيجريشن فايل. بعد كده يبدا يدخلني على وضع اسمه وضع الكونسول مود، ده ببدا ادخل فيه الاعدادات لاول مره تمام، لاول مره او لما ملف الاعدادات او ملف الكونفيجريشن فايل ده يضيع، يبدا يوديني على وضع الكونسول مود. اول ما افتح الراوتر كده يقول لي والله ما فيش اعدادات، تحب اعملك الاعدادات زي ما فتحنا احنا الراوتر كده المحاضره اللي فاتت، وهنفتحه ان شاء الله تاني دلوقتي وهنبص عليه. اهو اللي احنا كنا بنتكلم عليه لودنج ذا اي او اس، قلنا لو ما لقيش الفيرجن اللي هو الاي او اس از يوزد تو هيلب، بيعمل ايه بقى؟ اف ا فول اي او اس ايمج كان نوت بي لوكيتد اسكيل داون فيرجن اوف ذا اي او اس اذ كوبيد فروم روم، بيحمل نسخه مصغره من الروم. احنا الاول قلنا الروم بيتخزن فيها ايه؟ الاي او اس؟ لا ما قلناش، قلنا الروم الاي او اس بيتخزن في الفلاش. طب لو البوت ستراب راح يدور في الفلاش ما لقيش، وراح يدور في التي اف تي بي ما لقيش، يقوم رايح للروم تاني اللي هو اصلا فيه تمام، ويقول له هات لي النسخه المصغره اللي عندك، عشان يبدا يحل بيها المشاكل. معايا كده؟ طيب هنا ندخل على حاجه ثانيه اسمها راوتر اكسس ميثودز. هنا انا ممكن ادخل على الراوتر عن طريق اربع طرق. اول طريقه اسمها دايركتلي يوزنج ذا كونسول بورت، اللي احنا قلنا عليها ان احنا بنوصل كابل الرول اوفر بتاعنا بالبي سي، بنوصله بايه؟
بالراوتر عن طريق الانترفيس او البورت اللي اسمه الكونسول بورت. جميل كده. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ تيلنت اوفر ذا نتورك. تيلنت انا بعمل تيلنت على الراوتر، وده محتاجه نتورك كونكشنز او محتاجه نتورك كونفيجريشن اون بوث اندز. ازاي؟ محتاجه ان انا الراوتر اللي هدخل عليه يكون الانترفيس محطوط عليه اي بي عشان اعرف اريموت عليه او اتلنت عليه. ما انا اتلنت ازاي من غير اي بي؟ يعني لازم تكون لازم يكون في شبكه، لازم يكون الراوتر ده شغال وعليه اي بي وعليه بعض الاعدادات اللي تؤهلني ان انا اتلنت على الراوتر. بعض الاعدادات دي اللي هي الاي بي ادرس مثلا، اللي هي ان انا اكتف الانترفيس اللي انا داخل عليه، اللي هي ان انا اعمل يوزر نيم اند باسورد عشان اقدر اخش كتلنت او الكلام ده كله. تمام. طيب ايه الطريقه الثالثه؟ عن طريق المودم، عن طريق البورت اللي احنا قلنا عليه الاي او اكس بورت اون ذا راوتر. قلنا بنوصل كابل الاي او اكس بالمودم او بالسي اس يو دي اس يو، عن طريقه بنقدر نريموت او بنلوجن عليه عن طريق الاي او اكس ونبدا نعمل الكونفيجريشن بتاعتنا. طيب الحاجه الرابعه اللي هي كانت بتسمى اس دي ام، او ممكن يعني ممكن نطلق عليها اس دي ام وممكن لا، لكن غالبا هي اس دي ام. ازاي؟ ان احنا بنلوجن على الراوتر عن طريق ابلكيشن او عن طريق ويب اكسس. ويب اكسس تمام كده. يبقى اربع طرق: دايركتلي، تيلنت، مودم، ويب اكسس. طيب الكونسول بورت زي ما احنا شايفين اهو، بيبقى رول اوفر بتوصل في الكونسول بورت، وبعد كده بتوصل في كونكتور زي ما انت شايف اهو. الكونكتورز ده اسمه دي بي 9 ادابتر. الدي بي 9 ادابتر بيتوصل بيه ار جي 45، يعني هنا ار جي 45 وهنا الار جي 45 بيبدا يدخل في الكونسول بورد، وبعد كده بيتوصل الار جي 45 اللي هنا اللي هيوصل بالبي سي بيتوصل بحاجه اسمها دي بي 9 ادابتر، والدي بي 9 ادابتر بيتوصل بحاجه اسمها ار اس 232. ده بيبقى موجود فين؟ في البي سي. عارف الار اس 232؟ الار اس 232 هو غالبا معظم الاجهزه دلوقتي بتنزل بيه. ممكن اوريه لك، لو لفيت الكيسه كده هتبص على الار اس او هتلاقيه كيبل، هتلاقيه بورت كده زي كابل الشاشة. تمام كده. ده اسمه RS 232. وقلنا هنا الكونسول عشان ان انا هعمل ايه؟ initial configuration. configuration لسه الاول مرة ان انا هبدأ اعمل. الاوكسيلري بورت هنا ببدا برضو اوصله بنفس التوصيل اللي انا كنت بوصل بيه الكونسول، الا ان الدي بي 9 اللي كانت هناك في البي سي بتتغير، بتبقى دي بي 25. الدي بي 25 ادابتر دي بتتوصل بحاجه اسمها سي اس يو اور دي اس يو، او المودم اللي احنا اطلقنا عليه اسم المودم، وعن طريقه ببدا الوجن على الراوتر وابدا اعمل برضو ايه الكونفيجريشن بتاعتي. طيب الميثود الاخيره او الميثود الرابعه اللي احنا بنتكلم عليها يوزنج هايبر تيرمينال. لا مش الميثود، مش الميثود الاخيره دي. اليوزنج هايبر تيرمينال ده بنستخدمه عشان خاطر احنا مش هنا دخلنا كونسول وهنا دخلنا اوكسيلري. طب هفتح البي سي ازاي؟ يعني ايه اللي هيشغل لي، ايه اللي هيشغل لي الراوتر على البي سي؟ عن طريق الهايبر تيرمينال اللي احنا بنتكلم عليه. بنجيب الهايبر تيرمينال ده اللي قصادنا، الهايبر تيرمينال ده بنبدا نظبط الاعدادات فيه عشان نبدا نمانج او نبدا نلوجن على الراوتر. تمام. يبقى الابلكيشن ده هو خاص بالاوكسيلري بورت وخاص بالكونسول بورت عشان اعمل انيشال كونفيجريشن للراوتر بتاعي. طيب التلنت محتاج بعض الاعدادات. عايزين نعمل تلنت دلوقتي. طيب هناخد السيت اب مود وبعد كده ونبدا نرجع تاني للتلنت ونعمل تلنت ونبدا نلوجن على الراوتر ان شاء الله. طيب ايه قصه السيت اب مود؟ السيت اب مود ده الوضع اللي احنا بنبدا نشتغل فيه. السيت اب مود طب نفتح طب احنا هنوقف الجزء ده في التسجيل وبعد كده نكمل جزء تاني عشان نشتغل بقى فيه لاب. مش تمام؟